يواصل حجر بيت الله الحرام رمي الجمرات في أول أيام التشريق مبتدئين بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويقضي الحجاج في مشعر منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أو ليلتين لمن أراد التعجل. وبعد رمي الجمرات في آخر أيام الحج يتوجه الحاج مرة أخرى إلى مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق بعد أداء الحجاج مناسكهم. هذا وقد دعت السلطات السعودية ضيوف الرحمن إلى توخي الحذر بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت على المشاعر المقدسة في منى. هذا وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج أن الأمطار التي هطلت على المشاعر المقدسة لم ينتج عنها ما يعكر صفو ضيوف الرحمن.